النظام الأساسي الحالي مقارنة مع النظام 2003 اللي فيه مجموعة النقص والثغرات هذا تراجعي، يعني فقدنا مجموعة المكتسبات، كنا ننتظر الأفضل فإذا به كنزل الأسوأ. الأمثلة يعني هناك في الترقي، مهام مثلا ساعات التضامنية اللي كنا كنطالبوا باش نحذفوها الآن زادوا ساعات غير محددة. الأسد كانت ساعات تضامنية، كانت ساعات تضامنية كان ثلاثة كيزيدها الأستاذ، يعني في النظام السابق كانوا الأساتذة كيطالبوا باش يحيدوها، جا النظام الحالي كيقول لك الأستاذ التسويع ديالو غير محددة وراه الأكاديمية والمدير الأكاديمي يقدر يخدم حتى 40 ساعة في عوض ما كنا تقليد، يعني عدد الساعات زاد. ها واحد مهمة الأستاذ شكون هي؟ هي التدريس، وكان كيقوم معهم تطوعية، الدعم، الأنشطة، النوادي البيئة، مجموعة ديك مدرسة النجاح، مجموعة الأنشطة، ولكن بصفة تطوعية. جا النظام الأساسي بصفة إلزامية وبدون تعويض. بالنسبة للترقيات مثلا السلم خارج السلم اللي جاوا به الاستاذ يقدر يدوز 25 سنه عادي يوصل له، شحال يكون باقي له التقاعد؟ كاين اللي يكون بقى له 6 شهور عادي يوصل له. اذا شنو تحدثوا خارج السلم؟ كاين بعض النقط ولكن اغلبه النقط كاين مزعجه، بحال هذا خارج السلم نقطه ايجابيه واستجبوا، ولكن خصها تكون مده قليله، ماشي يعني الاستاذ يدوز واحد المده طويله في المسار المهني عادي يوصل. انا اللي بغيت نقول بايجاز ان الاستاذ في اي اصلاح خصو يكون في قلب العمليه الاصلاح، مجموعه الاصلاح كدوز ما كيجعلوش الاستاذ محور الاصلاح. النقابه دارت واحد الهفوات ودارت اخطاء، ما كتصدرش حتى البيانات اللي كدير مع الوزاره والجلسات ما كتصدرش عليهم بيانات، ما كنعرفوش حتى في حوال اللقاءات ديالهم على منظارات وعلى تمحور. الان كان القليل والان اغلبيه بدا ينسحبوا من النقابات لان بدات كتفقد ديك المصداقيه ديالها، ان الاطر التعليميه ديالها فيها الثقه ولكن خصها تمثل وتدافع واحد كسائر القطاعات الاخرى، ولكن هذا ما كنلاحظوش مع الاسف. السيد الوزير قال كان كاين التلاميذ المستوى ديالهم يعني متردي، ماشي يعني اتقان التعلمات الاساسيه. واش الاستاذ بوحده مسؤول؟ راه مجموعه الاسره التي لا تراقب الابن، وسائل الاعلام اللي يعني ما كاينش عندها دور تحفيز التلميذ على الاجتهاد، واش الاستاذ يتحمل فشل ها؟ وعاد الاستاذ مقيد بمجموع القوانين، ممنوع الضرب الى التلميذ ما حضرش الدرس ديالو ما وجدش، ما عندكش تعمل له، وكيفاش تكون المردوديه؟ ما عندك اكراهات، ممنوع الضرب، ممنوع هادي، والاباء كيضغطوا عليك، وكيفاش غادي نجحوا التلميذ يتقن؟ واللي كيجدوا الاسره ملي كتكون قايمه بالدور ديالها كتكون تعلمات اساسيه جيده.